بالانس بيم، عقله، بار، اجهزه الجمباز بيلعب عليها اولادنا وبناتنا، وعيوننا دايما رايحه ليهم في التدريبات. صابرات صامدات لينا حكايات في البطوله امهات. والنهارده معانا بطله جديده من بطلاتنا نتعرف بيكي. انا نهى، والده مازن ومالك، بيلعبوا جمباز. عندي واحد بيلعب تحت 13 دلوقتي وواحد تحت 9. قولي لنا ايه معاناتك اللي بتعانيها معاهم كل يوم، وبتتعرضي لصعوبات شكلها ايه، معوقات بتحليها، كلمينا عنها. والله بصي، يعني احنا حياتنا ماشيه يعني لازم تمشي بالمظبوط، ان انا ابتدي اصحى من النوم احضر لهم بقى التغذيه بتاعتهم والاكل بتاعهم وكده، نخلص بسرعه ننزل على التمرين، يلا يا ولاد على التمرين، نقعد عدد ساعات كتير قوي لان انا عندي ولدين، واحد واحنا الجمباز هنا مش اقل من 3 ساعات تمرين، يعني اقل حاجه 3 ساعات ده كده يعني خلصنا بسرعه، فنتمرن 3 ساعات دوت، اخلص التاني يبتدي 3 ساعات تانيين، فبنقعد بقى تقريبا يوم كله، ببقى مجهزه بقى الاكل بتاعهم معايا بقى، او كلوا ونزلوا كده يعني، وبعدين بقى يخلصوا ونروح على البيت، يلا يا ولاد الاكل الاهم حاجه الاكل السليم بالنسبه لي، نغذي كويس قوي قبل ما ننام بقى اللبن بتاعهم والاكل ومش عارفه ايه، ويلا ناموا ونصحى تاني يوم برضو على نفس النظام، ولازم ان احنا نظبط حياتنا على كده يعني. انتي كبطلة وعندك طفلين، الصعوبات في ايام الدراسة والمذاكرة والدروس؟ لا، الحياة اصعب كتير بقى، يعني احنا ساعة الاجازة الحياة حلوة جدا، ساعة الدراسة بقى حياة تانية خالص، دوامة اكبر بكتير، يعني مثلا نبتدي اقوم الصبح اجري بسرعة برضه حضري، لا روحي بقى المدرسة خديهم، احنا في ساعة فرق او ساعة ونص، الحقوا خلصوا بسرعة، بس الحمد لله عايزه اقول لك ان احنا بننجز بسرعه، يعني احنا يوم الاجازه ما تقولي ان احنا عندنا اجازه ما نذاكرش. ساعه لما يكون في تمرين الحق بسرعه، الولد لازم يخلص في الساعه دي كل حاجه، واجباته ومذاكرته وكل حاجه، عشان هو عارف ان عنده تمرين. عارفه بقى لو هو اجازه احنا بنقعد طول النهار نلعب، ما احنا عندنا وقت، ونيجي في الاخر ما بنعملش اي حاجه. عايزه اقول لك يعني الرياضه على الرغم ان هي صعبه، بس بجد بتنظم حياتنا وحياتهم واخلاقهم وكل حاجه بتبقى كويسه جدا معاهم، يعني بيبقوا منظمين جدا. جمباز لعبه ممتعه، وان هي صعبه، وان هي بتحتاج مجهود، تحتاج مجهود كبير جدا علشان البنات تتعود عليه، غير طبعا اللي هو اللياقه للبنات، غير المرونه كمان، يعني هو الجمباز بيحتاج وقت كبير، فالوقت الكبير من يومهم ده بيخليهم ما يفكروش في حاجه تانية غير الرياضه، او غير مثلا مدرستهم، يعني بيبعدهم عن التفكير في اي حاجه ملهاش لازمه بصراحه. اكتسبوا ايه تاني غير تنظيم الوقت واكيد الثقه بالنفس؟ قولي لي ايه تاني؟ بحس ان الشخصيه بتبقى يعني قويه،
يعني الولد كده ليه شخصية، بيعرف يتعامل، لأنه هو مش حياته مش لعب ولا تهريج ولا ان انا اقعد اتفرج على كرتون طول النهار يخلي دماغي مفيش. لا عايزه اقول لك يعني ما شاء الله في شخصيه قويه، يعني شخصيه بجد، ومعتمدين على نفسهم جدا، يعني في اعتماد على النفس. بعدين احنا بنلعب لعبه صعبه جدا، يعني لعبه الجمباز لعبه بتخلي لازم الولد يكون عنده جرأه، ما بيخافش، لان هي يعني انت بتلعبي لوحدك كده وبتطلعي فوق وبتنزلي وبتعملي حاجات غريبه جدا، فلا بتخلي الشخصيه الولد يعني شخصيته قويه جدا. يعني بتشتغلي ولا ما بتشتغلي؟ لا ما ينفعش. انا بصراحه بيصعب عليا قوي الامهات اللي هم بيشتغلوا مع الحياه اللي انا فيها دي، يعني مش متخيله ان انا اشتغل وكمان مش هينفع. انا من اول ما بصحى من النوم بتجري، يعني ما بتلحقيش ترتاحي، يمكن برتاح في شويه ان انا باجي اقعد في الكرسي هنا، الولاد جوه شغالين وانا قاعده بره، دي الراحه بالنسبه لي بس، يعني غير كده طول النهار في البيت انت بتلحقي تنجزي. طيب طبعا كرياضه وبتاسسي بطلين دي بتحتاج ميزانيه لوحدها، بتعملي ايه كبطله؟ توفري من ايه؟ بتيجي على ايه؟ وعلى حساب ايه؟ قولي لنا. لا بصي، مش موضوع ميزانيه ولا حاجه على فكره، يعني لا والله الدنيا بتبقى ماشيه كويس جدا. احنا بنيجي هنا الحمد لله، احنا هنا في النادي الاهلي التمرين بجد يعني بيبقى ما شاء الله، مدربين على اعلى مستوى، بيخليكي بجد ما تحتاجيش. يعني هي مشكله الرياضه في ايه؟ ومصاريف بره، يعني ان انت عايزه بقى تدي لابنك عشان هنا الدنيا مش شغاله. لا في النادي الاهلي بصراحه موفرين لنا، يعني في توفير للمدربين، مدربين اكفاء جدا. عايزه اقول لك يعني حتى المدرب العام بتاعنا ما بيسيبناش، فما شاء الله قاعد مع الولاد. لا احنا مش بنحتاج، ما فيش ميزانيه ولا حاجه، الدنيا بالعكس ماشيه كويس جدا، ما فيش اي مشكله، لان هنا النادي موفر لي كل حاجه بجد. بشوف كل ام بتقعد بالساعات تستنى اولادها، ما هي بتشجعهم، تحسسهم ان هي معاهم، ان هي بدارهم، ان هي بتخليهم يعملوا حاجه كويسه مهما كانوا حصل لهم ايه، هي واقفه جنبهم. وحقيقه امي كانت في المكان ده، فهي بصراحه شكرا، هي بجد بشكرهم على الموضوع ده. بطلة معانا، عايزاكي تحكي لنا ايام الصيف والشتاء بتعدي عليكي ازاي، بتقعدي هنا تنامي في الملعب وانت بتتفرجي عليهم في التمرينات، بتبقي قاعده متعرضه لضغط معين؟ طبعا بصي في ضغط طبعا جامد جدا، لان انا من النوع اللي لازم اقعد لاولادي، انا كده علشان انا مش ببص ان بلعب الرياضه يلا فتنس وامشي، يلا اعملي اي حاجه، مش لا انا ليا حلم ان انا اشوفهم ابطال، ليا حلم ان انا اشوف فيهم حاجه كويسه، يعني بيلعبوا اللعبه وهم شكلهم حلو، شكلهم جميل. مش باجي واقعد شويه كده واطلع لا انا هدفي هم وبس، انا باجي هنا ليهم هم وبس، ما مش اي حاجه تانية. او فبيبقى برضو ايه، يعني هو رغم ان القعده طبعا بتقعدي مده طويله هو صعب، بس يعني بنبسط ان انا بلاقي نتيجه، ببقى مبسوطه، التعب كله بيروح الحمد لله لما بلاقيهم كويسين. بتتابعي لهم مع دكتور تغذيه ولا انت قايمه بالدور ده؟
انا قايمه بصراحه يعني بقرا كتير وبسمع كتير وفي دكاتره سمعت لهم وشفت ايه التغذيه للرياضه ومش عارف ايه كده يعني فايه لا يعني الحمد لله ماشي على النظام ده كويس ان انا لينا نظام كل يوم غذائي معين ما بستغناش عنه بصراحه حتى لو رايحه في حته بره لان لازم يعني ما ينفعش رياضي من غير تغذيه انت كده مش هتعملي هيحصل اصابات ويحصل مشاكل لكن الرياضي الصح ان انت لازم يكون في تغذيه صح فاكهه خضار بروتينات ده كل ده لازم يوميا عايز اقول لك ما ينفعش يعني نستغنى عنه فالحاجه بتدي طاقه يعني كذا حاجه الحمد لله. علاقتك بقى مع الامهات اللي موجوده والبطلات اللي زيك بيكون شكلها ايه؟ لا والله الحمد لله احنا هنا يعني المكان هنا جميل جدا والناس كلها هنا اسره مع بعض وعايزه اقول لك واحنا مع بعض يعني ما فيش حد محتاج حاجه اي حاجه بتحصل لاي لاعب كلنا كاننا امهاته فهنا ما شاء الله بالاخص يعني هنا تحسي ان اسره 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 حقيقيه مع بعض يعني احنا كمان هنا بنشوف بعض اكتر ما بنشوف اهلنا بره يعني انا بشوفهم هنا اكتر ما بشوف مامتي او بابايا او اخواتي فبصراحه لا انا مبسوطه جدا بالناس هنا بحس ان انا باجي هنا بيتي الاول يعني هنا بيتي الاول وهناك اروح بيتي الثاني يعني انا هناك في البيت عندي ضيفه لكن هنا بيتي الاول والحمد لله يعني كلنا كويسين جدا جدا ما فيش مشاكل. قولي لي الضغط اللي بتتعرضي له ايام البطولات بيبقى اضعاف مضاعف جدا مش قادره اقول لك يا روح عاملين لي ازاي يمكن بتبقي قاعده قبلها من يومين ثلاثه اربعه كده يعني بتبقي قاعده اعصابك يعني في توتر بس يعني دايما اقول ايه نصيب واللي هيحصل نصيب والحمد لله اهم حاجه ان هم دايما اقول لهم اهم حاجه تبقوا رجاله مش مهم النتيجه قد ان انتوا تخشوا تبقوا رجاله والنصيب والتوفيق ده بتاع ربنا يعني ما تعرفيش ممكن يحصل ايه لكن بقول لهم اهم حاجه ان انا اقطع تبقوا رجاله عايزه اقول لك ان احنا لازم طبعا نقدم في حاجات تانية بنعملها علشان نحفزهم بنقول مثلا ايه هجيب لك هديه انت عايز هديه ايه وكبيره يعني بيبقى في تحفيز تاني فمثلا يقول لك انا عايز كذا حاضر اعمل اللي عليك وهجيبه لك وفعلا هو بيخلص البطوله مجرد بس مش جاب ايه انه راجل طلع هديته موجوده اللي هو طلبها طبعا هم مش بيطلبوا حاجه يعني بس بالنسبه لهم هم حاجه حلوه وكبيره فبنجيب لهم بقى الحاجه اللي هم طالبينها وكده بيبقوا عارفين ان كل سنه في تحفيز معين بس يعني هي بالنسبه للبطوله كبطوله طبعا بيبقى يوم يعني صعب لان تعب السنه كله يعني احنا عندنا مشكله هنا في الجمباز ما بيبقاش البطوله طول السنه يعني انت بتشتغلي طول السنه تدخلي بطولتين ده بالنسبه للصغير الكبير بقت هي بطوله واحده فانت متخيله السنه كلها تعب تعب وهو يوم بيحدد بقى التعب بتاعك ده كله فلما بيبقى نتيجة حلوة بتبقي بجد بتنسي كل التعب اللي جايبتيه دوت فالحمد لله. الملل لا بيبقى احيانا يعني طبعا في ملل لان احنا بنقعد كتير زي ما بقولك بس انا عندي الولاد الحمد لله هنا النظام المدربين عارفين القصه دي يعني المدربين عارفين ان القصه ما ينفعش ان انا افضل تمرين هو حياتي لا احنا بقى ايه مدربين هنا شغالين مع الولاد شغل كويس قوي في ايه ان هو مثلا يوم ممكن نلعب عشان عارفين ان اللعبه هنا صعبه محتاجه ان انت لازم تفصلي في النص شويه يوم تعالوا النهارده هنلعب يبقى لعب
يوم تاني مثلا النهارده يا جماعه هنعمل منافسه بين اتنين او ثلاثه، او نعمل منافسه بينكم وبين بعض، فبيحصل منافسه بتبقى جميله جدا بالنسبه للاولاد وتحفيز. اللي هيعمل الحركه الفلانيه ليه جايزه، ده المدربين يعني، ده بالنسبه للملل الولاد هم. فلا من ناحيه الملل هم الملل، لما المدربين يحسوا ان في ملل بيبتدوا هم يتدخلوا ويكسروا الملل دوت، فانا ما بحسش ان هو في ملل اصلا يعني، هم ما شاء الله عليهم كل يوم تحس ان ايه، لا في حاجات بتحصل، حتى انا ساعات اقعد اتفرج هيحصل ايه النهارده، في ايه جديد النهارده. لا بصراحه انا ببقى يعني الملل ده بيبقى يعني قليل مش كتير، بس بالنسبه للولاد هنا المدربين بصراحه هم بيتعاملوا معاهم، واحنا بنتعامل في حته ايه زي ما قلت لك التحفيز. النهارده لو عملت الحركه، فاحنا كل يوم عندنا زي ايه حركه كتير جديده بتعمليها، فلما بتيجي بيبقى يعني فرحه تانية خالص. فبنعمل ايه النهارده لو انت عملت الحركه دي، في تحفيز مني ومن الكابتن ومش عارفه ايه. فاحنا حته الملل دي بالنسبه للولاد لا الحمد لله، الحمد لله مش موجوده هنا على رغم صعوبات اللعبه، بس المدربين بيعرفوا يتعاملوا من القصه دي، هم فاهمين اللعبه دي قد ايه صعبه، ولازم خلي بالي من القصه دي. بالنسبه لي انا عايز اقول لك يعني الحمد لله بستمتع بان انا اتفرج عليهم، يعني الحمد لله هم ما شاء الله الحمد لله كويسين، فبحب ان انا اتفرج عليهم، لان احنا انا مفهمهم وانا فاهمه ده، احنا بنيجي هنا لينا هدف ان احنا نبقى حاجه كويسه، ففين الملل بقى؟ لا ما فيش ملل ولا حاجه الحمد لله يعني. طيب بما انك ام لطفلين، السنه الدراسيه بيبقى فيها تفاصيل كتير، كويزات، امتحانات، حاجات كتيرة قوي 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 بتموري بيها في السنة الدراسية، مع هدك التمرينات وان انت لازم تكوني قايمة بالدورين وبطلة في الدورين في المدرسة وفي النادي، قوليلي الدورين ايه؟ بصي هو اهم حاجة ودايما اقولها لاي حد، ما تضغطوش على الولاد يا جماعة، بلاش ضغط على الولاد في يعني في الدراسة، احنا مش هنقعد انت نقصت نص درجة ازاي، انت نقصت درجة درجتين ازاي، احنا انا عارفة ويعني متفهمة ده كويس جدا ان هم بيتعبوا وليهم شغل تاني، ان احنا مش دراسة وبس، احنا في دراسة وفي بنلعب لعبة، فالمهم ان انا ببقى عارفة ما بضغطش قوي، انا المهم عندي انهم كويسين ودماغهم شغالة كويس وشغالة حلو، بغض النظر بقى اصل انت نقصت ما نقصتش، لا فاحنا الحمد لله بنمشي في الوسطية الكويسة، يعني احنا كويسين الحمد لله، وعايز اقول لك يعني احيانا بنطلع من الاوائل يعني ما فيش مشكلة، لان الرياضة بتفتح الدماغ قوي قوي، عكس ما بتبقي قاعدة في البيت وبتشغلي دماغ بحاجات تانية، لا الرياضة بتفتح بجد المخ، فاحنا لا بنقعد. وبالنسبة للكويزات والحاجات دي زي ما انا قلت لك حياتنا سريعة، يعني احنا هنخلص هو بيبقى جاي وعارف، عايز اقول لك لا ما شاء الله انا عندي مثلا اللي هو الكبير ستة ابتدائي، طالع ستة ابتدائي من خمسة ابتدائي سنة فاتت او سنة رابعة مثلا، هو معتمد على نفسه، ليه؟ الرياضة علمتنا كده ان احنا نعتمد على نفسنا، نقعد احنا ونذاكر احنا ونخلص احنا، انا عندي امتحان طب الحق اخلص، فبيبقى عندهم حتة ايه من التدريب هنا والالتزام، بيبقى قلقان من المدرسة بتاعته، بيبقى فيه التزام زي التزام ان احنا تعودنا على كده، احنا بنلعب الرياضة دي من واحنا عندنا 3 سنين ونص، هي الرياضة دي بنلعبها، فتعودنا على التزام بشكل رهيب، يعني ان احنا ملتزم بقى زي ما حياته ملتزم هنا بقى ملتزم في المدرسة، ملتزم في حياته برة، خلاص بقى زي ما بيقعد هنا احنا هنا عيلة، زي ما بقولك عارفة يعني عيلة، يعني المدرب حتى بالنسبة له الولاد دول اخواته، بيقعد يتكلم معاهم كتير وينصحهم، وبقى فيه حتى عايز اقول لك يعني هم لنفسهم يعني عاملين على الموبايل يتكلموا مع بعض، حتى سيبنا هنا قاعدين اصحابه هنا، الاصحاب هنا كمان عشان بنقعد وقت اكتر، هم بقوا اصحاب بجد، يوم الاجازه احنا مع بعض، فلا الدنيا والله الحمد لله جميله قوي هنا والله الحمد لله.
8 سنين بلعب جمباز. طول الثمان سنين مامتي قاعده معايا واخده بالها مني. انا بحبك يا امي. انا خدت 4 ميداليات ذهب من فضل ليك يا امي. شكرا يا امي. ايه الرسالة اللي توجهيها لكل ام علشان تكون ام بطلة زيك؟ الرسالة ان انتي حياتك ولادك، يعني هم الحياة، هم رقم واحد في حياتك، فان انا هم دول انا هحقق معاهم كذا، خلاص انا ليهم هم، فان انا ما فيش حاجة تانية شغلاني غيرهم. فحتة بطلة ان هم يوصلوا ان هم يبقوا ابطال، تقعدي تبقي مركزة معاهم، ده واقفة جنبهم دايما في تحفيز، دايما لازم تقعدي وراهم، انا مبسوطة منك، انا وتشجيع، لازم التشجيع ده احنا على طول، عايز اقولك يوميا لازم نشجع، حتى لو هو طالع، حتى وصلت ان هو مثلا بيبقى طالع لو هو حاسس انه مش كويس هو زعلان، يعني بقى الشخصية بصي متكونة ازاي، انا النهاردة ما كنتش كويس، خلاص يا حبيبي وارد تكون ما نمتش كويس، يعني تعبان كده يعني. فلا الحمد لله والله، يعني شكرا ليكي. شكرا ليكي. شكرا. مرسي. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة مع بطلة كانت جميلة من بطلتنا وبطلات برنامج البطولة أمهات.